هو إيه علاقة فرعون موسى بالملك رمسيس الثاني؟ وهل الاتنين هما فعلاً نفس الشخص زي ما بيقولوا ناس كتير؟ ولا ملهمش علاقة ببعض؟ لغز حير الملايين على مر قرون مختلفة، وإحنا هنا جايين علشان نقول لكم الحقيقة. تابعوا معنا الفيديو للآخر وإنتوا تعرفوا التفاصيل بالكامل. الملك رمسيس الثاني واحد من أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديمة، مش بس لكونه ملك عظيم أو حقق إنجازات كبيرة، ده كمان حكم مصر لمدة تزيد عن 66 سنة، وده رقم كبير جداً وضخم، ويعتبر من أطول فترات الحكم في تاريخ مصر. رمسيس الثاني عمل مشاريع ضخمة وبنى معابد وقصور ومدن بالكامل، والسجل التاريخي بتاعه ضخم جداً، ودايماً بنلاقي فيه ربط بين فرعون موسى ورمسيس الثاني. وفرعون موسى هو أحد الملوك الطغاة زمان في عهد سيدنا موسى عليه السلام، ومن هنا ظهر فريق كبير جداً من الباحثين بيقولوا إن فرعون موسى ورمسيس الثاني شخص واحد، يعني فرعون هو رمسيس الثاني. والموضوع ده بيتردد كتير جداً من أكتر من عالم وباحث في كل حتة في العالم، مش في مصر بس ولا في الوطن العربي بس الدراسات الأثرية أثبتت إنهم شخصين مختلفين تماماً في التاريخ المصري القديم. رمسيس الثاني واحد من أشهر الفراعنة في تاريخ مصر، وواحد من أكتر الفراعنة اللي نجحوا إنهم يحافظوا على سيادة مصر ونفوذها وتوسيع حدودها كمان. أما فرعون موسى فهو يعتبر شخصية تاريخية دينية، وحطوا تحت كلمة دينية دي 100 خط، لأنه تذكر في الديانة اليهودية والمسيحية والإسلامية. ده كمان خرج اليهود من مصر بعد ما قعدوا 400 سنة في العبودية. التاريخ بيقول إن فرعون موسى ورمسيس الثاني كل واحد فيهم عاش في فترة تاريخية مختلفة عن الثاني، وما فيش بينهم أي تداخل. يعني مثلاً رمسيس الثاني مات بمرض الشيخوخة، أما فرعون موسى مات غريق وهو في كامل صحته وقوته. رمسيس الثاني اتجوز كتير جداً وعنده أكتر من 100 ولد وبنت، أما فرعون موسى كانش عنده أي أبناء، علشان كده طلبت منه زوجته إنه يتبنى سيدنا موسى. رمسيس الثاني واحد من أكتر الملوك اللي ليهم أثار لسه موجودة لحد دلوقتي، ومن أشهر الحاجات اللي عملها معبد أبو سمبل ومعبد الرمسيون، وكمل بناء معبد الأقصر بعد وفاة والده سيت الأول. أما فرعون موسى فكل الإنجازات وكل الحاجات اللي عملها ربنا دمرها، زي ما قال في القرآن الكريم: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. خد كمان عندك زوجة فرعون موسى اسمها آسيا بنت مزاحم، والاسم ده مش مصري إطلاقاً، لا من قريب ولا من بعيد، ده حتى اسم موسى نفسه عبراني مشتق من اللغة الآرامية ومعناها المنتشل في الماء. في مليون دليل وبرهان بيأكدوا إن فرعون موسى شخص ورمسيس الثاني شخص، وكل واحد فيهم كان موجود في زمن وكل واحد فيهم كان موجود في حتة تانية خالص. انتم بقى قولولنا في الكومنتات بعد كل الأدلة والبراهين اللي احنا قلناها دي، هل شايفين برضو إن فرعون موسى هو رمسيس الثاني؟ مستنيين إجاباتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعونا علشان يوصل لكم كل جديد.